السلام عليكم اخواتي، اليوم غادي نحضر معكم واحد غريبة بلدية اقتصادية. كنحضروها في جميع المناسبات اعياد لانها كتخرج واحد الكمية كتيرة لا بأس بها، مشهورة بها مدينة اسفي. بلا ما نطول عليكم الفيديو ندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي ندير واحد الطريقة سهلة جدا تخليك ما تعكزيش نهائيا على الحلوى، اللي هي غنستعملها شوار، ما غنستعملش العجانة. واللي عنده العجانة ممكن يستعمل العجانة ماشي مشكل، انا غادي نستعملها شوار لانها سهلة ودغية دغية كتدلك لينا المقادير. واللي بغى يدلك بايدو ممكن يدلك بايدو ماشي مشكل. هنا غادي نقطع 250 غرام ديال الزبدة، اي رابعة ديال الزبدة. انا استعملت مارغارين، اللي بغى يستعمل ديال العلبة ممكن يستعمل ديال العلبة. غادي نستعمل كاس العنبة، راه مشهور غني عن التعريف، تقريبا كيهز 150 مليليتر، يعني اي كاس كيهز 150 مليليتر ممكن تستعملوه. عندنا في السنيدة عندنا 4 الكيسان ديال السكر سنيدة، غادي ندير 3 فقط في الهاشوار باش ما نعمرهاش بزاف، والرابع غادي نديرو في القصري. ضروري ما تجربوا هاد غريبه لانها كتجي رائعه وهشيشه ومرمله. ممكن تكون عندكم حتى في الدار لانها راه كتصبر مده طويله، ماشي دغيا كتخسر لان ما فيهاش شي حاجه اللي دغيا كتغملها او كتخسرها. هنا غادي نسم بسكر الفاني، ممكن تنسمو باي نكهه بغيتو، نكهه الحامض او نكهه الليمون. هنا غادي نسم بسكر الفاني، غادي نطحن دابا السكر مع الزبده مع المارغارين ونرجع معكم باش نكملوا باقي المقادير. هنا بعد ما رملناهم غادي نضيف، كيجي على هذا الشكل. هنا غادي نضيف الزيت، نفس الكأس اللي كنعبر به دائما. غندير 4 الكيسان ديال الزيت النباتيه، وغادي نعاود نطحن ثاني حتى ينسجم جميع المقادير. عاد نضيف البيض، هنا بعد ما طحنا كيجي على هذا الشكل، كتخرج مدلوكه بلا مجهود بلا حتى شي تعب. اللي بغى يضيف حتى البيض في الهاشوار ممكن يضيفو، انا هنا ما غاديش نضيفو، غادي نستغنى على هذه الطريقه. فغادي نضيف 4 البيضات على هذاك الكاس ديال السنيده اللي كنت حطيت في القصري قبل. عاد غادي نضيف ليه هذاك الزبده والسنيده والزيت اللي طحنا في الهاشوار. ما نحتاج 3 الخميرات فقط ديال الخميره فئه 8 غرام، والدقيق تقريبا كيلو ونصف. هنا غنخلط شويه البيض مع السنيده حتى ينسجموا، عاد غادي نضيف عليهم هذيك الزبده اللي طحنا مع الزيت والسنيده. كتجي مدلوكه بدون تعب بدون مجهود، كيبقى لكم تضيفوا غير الدقيق وتجمعوها فقط. هنايا غنضيف واحد المكون اللي هو السر باش كتجي الغريبه لذيذه. غادي نضيف 3 الكيسان ديال الكوك او جوز الهند، والقياس دائما بكأس العنبه.
كنضيف الكوك وكنجمع المكونات، عاد كنضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كتنسجم العجينه وكتجمع لينا، كتجي كتبقى رطبه. ملي كنمسها كنلقاها رطبه. قبصه الملح ضروريه في اي حلوه. هنا كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لينا العجينه، وتشوفوا معايا في الاخر كيفاش كيكون القوام ديالها. ضروري الدقيق ممتاز، تقريبا كتهز ليا من كيلو ونص على حساب الدقيق. هنا كنضيف ثلاثه الخمارات وكنبقى نجمع بشويه بشويه حتى كنحصلوا على عجين متماسكه وكتجي رطبه. ملي كتكوريها كتشكل ليك. هنايا كنت عابرة 1600 غرام، يعني كيلو وستمية غرام هي اللي كنت واضعة في البانيو، استعملتها كاملة، جاتني 1600 غرام بالضبط. استعملتها يعني حسب نوعية الدقيق، ممكن من كيلو ونص لكيلو وشوية، الكيلو ونص وشوية، دائما حسب نوعية الدقيق. هنا ضروري خاصنا نغطيوها باش ما تنشفش لينا العجين. من بعد كنفرش ورق الزبده فوق الطاوه ديالنا اللي غادي ندخل الفرن، وغادي نكور الغريبه ديالنا. جي تقريبا وزن متساوي. كتخرج حتى 150 حبه، يعني كمية مزيانة. ملي غنكمل التكوار ديال الغريبة غادي ناخد بيضة كاملة، اللي بغى يستعمل غير الصفار ممكن يستعملو بيضة كاملة. غادي ناخدها غندير معاها اما بودرة الكاكاو او نسكافي، حسب متوفر وحسب كل واحد وشنو كيعجبو يخدم. انا هنا استعملت نسكافي، غادي نحركهم مزيان حتى كينسجموا. ندهن بهم غريبه ونزينوها بلوزه، نوضع فوق منها لوزه، كندخلوها الفرن شاعل من التحت ومن الفوق على عافيه مهيله حتى كتشقق لينا من الفوق. كنخلوها حتى كطيب وكنخرجوها.
او ممكن تصيفط اللي عنده في الفران الزنقه، ممكن يصيفط الفران الزنقه احسن، كطيب احسن. هنايا كناخد اللوز كنقسمه قسمين، اللي بغى يخلي اللوزه كامله يخليها، كنقسمه قسمين وكنوضع كل نص لوزه فوق غريبه. هنا وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه، خصوصا ان حتى طريقه ديال التحضير حتى هي سهله سهله جدا، كتجي على هذا الشكل. انا طيبتها في الفران ديال الغاز ديال الدار عادي وخرجت لي على هذا الشكل. كنتمنى تجربوها، خصوصا ان الكميه اللي كتخرج كتشجعك انك ديريها. الا كان شي تساؤل مرحبا خلوه لي في التعليقات، كنجاوب جميع التعليقات. وبالصحة والراحة.